نستكمل معكم باقي محاضرتنا لهذا اليوم. الآن ننتقل إلى فيلم تدريبي وجلسة تفاعلية عن مفهوم الطاقة الإيجابية، يقدمها ويديرها الدكتور معن القطامين، خبير إدارة وتنمية بشرية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. الله يعطيكم العافية. أنا عارف أنتم راجعين من بريك، بس في عندنا نشاط تفاعلي بنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو عبارة عن فيلم تدريبي بتكلم شوي عن موضوع الطاقة الإيجابية. بعده في عندنا جلسة، أكيد بتلاحظوا كل واحد على الطاولة اللي موجود عليها في ريموت كنترول، راح نستخدمه مع بعض كمان شوي. فإذا أنتم جاهزين بنحضر الفيلم مع بعض وبعديها بننتقل إلى الاستبيان. تفضل. Can you start the movie? يا سعيد خليك إيجابي. يا أخي أنا إيجابي، لكن في شيء حواليك هني خليك إيجابي. زين قول لي وين المشكلة؟ شو اللي وين المشكلة؟ يا أخي رواتبنا قليلة، ونداوم 8 ساعات نكرف كراف اليهد، ولا نسمع كلمة شكرا من حد. بعدين تعال بخبرك، روح شوف اللي يشتغلون في الدوائر الثانية، كانوا جالسين يلعبون ما يشتغلون. أنا أبغي نفسهم. سعيد إذا على الرواتب، ترى رواتبنا نحن تنعد من أعلى الرواتب في العالم. يا أخي سير شوف بعض الدول يعطون دراهم مو بألوف مثل ما تأخذ أنت. أنا ما يخصني، أنا بشتري فراري. وبالنسبة لأسلوب العمل والألعاب، خبرني منو يلعب في الدوام غيرك أنت؟ نحن هني عشان متعاملين مو علشان نلعب. أنا سألعب عشان عقلي تمشغال ما نام. علشان ما تنام ركز في شغلك، أبدع، دور حلول إبداعية، مو بياس تلعب. والفراري؟ الفراري التيبة من عرق جبينك. عرق جبيني؟ أنا لو أتم عرق 10 سنين داير الفراري ما يبه. عرق جبينك قال. يا سعيد خليك إيجابي وتوكل على الله، ما تعرف يمكن ربك كاتب لك تاخذ فراري، انت ما عليك الا انك تشتغل بس. والمدير اللي ما يسمعني ولا يقدر جهودي؟ كلمته؟ ما كلمته. يا اخي كلمه شوف بيسمع لك ولا لا. ترى مديرنا ايجابي وطاقته ايجابيه ويحاول يبث فينا الايجابيه. ما بكلمه لين تجيبوا لي فراري. وانت ما في حل وياك يعني؟ لا ما في حل. تجيبوا لي فراري في حل، ما تجيبوا لي فراري ما في حل، هذا هو الحل. عيبك الحل. سعيد يا ابو حمد وضعه وايد صعب. ليش؟ صاير سلبي ويأثر على الموظفين بسلبية. لأنه مضعاف. صاحب الطاقة الإيجابية لازم يكون إيجابي، وما يسمح لمثال سعيد حولونه سلبي. بصراحة أنا حاولت وياه عدة مرات. خبرني شو أعراض سلبيته؟ تحس ما عنده أي طاقة ودائما تعبان وحركته ثقيلة. يبث الإيجابية باللي حوله؟ يعني يوم تقعد معاه تحس إنه يشحنك إيجابيا؟ يشحني إيجابيا؟ ابو حمد 5 دقائق قعدها معاه شحني انا يخلص. واثق من نفسه؟ راضي عن ذاته؟ ابدا، ثقته بنفسه مهزوزه ومو براضي عن ذاته. كيف حماسه؟ معدوم. كيف همته؟ تحس بانه يبادر؟ ما شيء ابد، كل ما يهمه بشغله يودرها عقب، والمبادره عنده 0. زين كيف يوم تقترح عليه شو يسوي؟ يرفض اي شيء جديد بدون مسببات، عدو للابداع والتفكير، ما يحب التغيير نهائيا. يوم يرفض شيء أو فكرة تحس إنه عنده منطق في الرفض؟ تحس إنه يتكلم حول الموضوع، لكن منطق أبداً ما في. تحس مبدع؟ سعيد عدو للإبداع. كيف الصبر عنده؟ ما بصبور أبد. شو حاولت وياه؟ حاولت وياه بكل الطرق، ما في فايدة أبداً. أنا ألومك أنت. أنا؟ هي نعم ألومك أنت، لو كانت طاقتك الإيجابية قوية كان ما خلص شحنك، كان أنت اللي تشحنه ما بالعكس. اسقره وانا براوي كيف اخليه يكون ايجابي. والله انك قدها يا ابو حمد، بصراحه انت مثلي الاعلى بالطاقه الايجابيه. الحين بقوم بسقره لك. ايش حالك اليوم سعيد؟ حالي مثل امس، وامس مثل اول امس، اول امس مثل باكر، اللي عقبه مثل امس، كله نفس الشيء.
سيم سيم، ما في فرق. لكن الجو اليوم حلو والشمس مشرقة. وين مشرقة ورطوبة؟ أنت ما تشوف الرطوبة ما تحس. وين الرطوبة؟ أنت اللي في التكييف والجو بارد وغاوي داخل. وشو اللي يقابلنا الربو غير المكيفات؟ بس الشمس اليوم رايقة، كم اطلع برا وتمشى وشوف الجو كيف غاوي. تدري انهم يقولون ان الأشعة فوق البلفسجية زايدة أضرارها هاليومين وتسوي لك التهاب في المخيخ. اسمها البلفسجية؟ من يقول لك الشيء؟ منظمة الصحة العظمى، ويقول لك من تطلع في الشمس على طول التهاب. ما في، الله يعافينا. خلاص من اليوم رايح انا ما بطلع في الشمس. انت طمني، شو الشغل وياك؟ الشغل متعب وايد وايد، ظهري يعورني من الكرسي. الله يسامحك، انت دومك يارس لازم تمشي شوية. منظمة الصحة العظمى شو تقول في ابحاثها؟ تقول لك ان اللي يشتغلون في المكاتب ايهم ويع ظهر، ويهم مشاشة عظام وسوء تغذية، وهشاشة العظام اقوى شيء. هذا يقول لك ما في. انت الحين ظهرك يعورك؟ صدقت اني احس ان ظهري يعورني. ظهرك يعورك معناته هذه واحدة من الثنتين ما تطلع برا، يا اما سوء هضم ولا هشاشة عظام. لكن الارجح يقولون يعني هشاشة عظام، والله العالم. يعني عندي عظام اسمها هشاشة عظام. خليني اشرح لك انا كيف تصير هشاشة العظام. يقول لك هشاشة العظام هذه شو فيكم؟ ليش جوكم شي كئيب؟ يا اخوي يا خلف، حس ان ظهري قام وايد يعورني، كان ما جالسني هذا هشاشة العظام. لا تنسى الربو. احس بعمري برايم اتنفس، اشوف عمري بسير البيت احسن لي، ولا تري لي ما تغيب الشمس عقب بتوكل. زين تسوي، ترى يقول لك هاي الاشعه فوق البلفسجيه هاي وايد مضره، لا تطلع في الشمس. زين تسوي. خلاص ابوي خلاص، انا بقدم على التقاعد قريب، خير الشر ما طالع من البيت. شو بعد، احس نفسي غام علي واحس ان بيغمى علي. سلامتك يا ابو حمد. اقول لك هذا شكله مريض وايد، انا خايف اللي فيه التهاب في المخيخ. مبين لي شيء الحين؟ تعال قرب اشوف شوي. هذه عيونك مصفره، فيها دواير مربعات بعد. هل انت حالتك صعبه؟ لا خلاص خلاص، دواير خلاص. بسير 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 الطبيب، انا بسير الطبيب. معافى ان شاء الله، وخليك ايجابي، ترى نسبه الشفاء من هالمرض 1%. لا حول ولا قوه الا بالله. الله الشافي ان شاء الله، ولا تهتم. لا حول ولا قوه الا بالله. يا سعيد لا تفاول على الريال. ابو حمد اسمعني، ترى انت ما فيك شيء. ما بيسمعك يا ريال، ما بيسمعك. شوف حالته مستعصيه، هذا خلاص بيغمى عليه الحين. شوف 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 شوف، بيغمى عليه. ها اغمى عليه. حسبي الله عبليسك، قتلت الريال. وين انت احيانا انت الثاني؟ بعده عايش، خليك ايجابي، الريال بعده حي، الله الشافي، ما في مشكله الحمد لله. محمد أنا مصدقنك يا خلف، والله شاهد، لكن فكر بشكل إيجابي، ما في شيء ما له حل. صدقني هذا ما له حل، طاقته سلبية جدا، إذا أنت الإيجابي سويت سلبي وياه. أبدا يا خلف، أهم شيء في الإيجابية أنك ما تيأس. تصدق يا أبو حمد، يومي لسواك استوي إيجابي، الله يحفظك. طبعا الطاقة الإيجابية معدية، وهم الطاقة السلبية معدية، بس صدقني يا خلف 100% ما نتغلب على سلبية سعيد. وشو بتسوي وياه؟ اصقر لي يا لو سمحت. في جائزة يا سعيد لأكثر شخص إيجابي في الدائرة. ما حد بيفوز فيها يا أخي، خلك إيجابي. في جائزة، وبقول لك شو الجائزة. فراري. الجائزة فراري؟ فراري فراري يعني؟ إيه فراري، وفراري حمرة. وأنا بقول لك منو اللي بيترشح على الجائزة هاي. أنا. أنت يا سعيد يقول لك أنت سلبي. أنا سلبي؟ أنا أكثر إنسان إيجابي في هالدائرة. كيف الرطوبة وياك؟ رطوبة؟ يا أبو حمد كل هالتكييف وتقول رطوبة؟ حرام عليك. يا أخوي شو أقول لك؟ صار ظهري يعورني من يلسة الكرسي. ظهرك يعورك من يلسة الكرسي؟ شو بعد هالكلام يا أبو حمد؟ عيل شو خليت حق هالعمال المساكين اللي شايلين الطابوق على ظهورهم وهم يشتغلون؟ أقول لك ما فيك إلا العافية، بس قوم تحرك شوي وتسبح وبتشوف أمورك طيبة. قال ظهري يعورني من يلسة الكرسي. أقول لك خليك إيجابي، يمكن تربح فراري. لكن يا سعيد أنت طاقتك سلبية،
وتبث روح التخاذل بين ربعك بدال تبث فيهم الحماس. من هاي الساعة أنا بخلي الحياة عندي كلها تفاؤل، وببث التفاؤل على كل الموجات اللي موجودة عندي، ومن اليوم بكون إيجابي ولا يهمك يا أبو حمد. شو بتسوي يعني؟ المشكلة لازم تستوي تحدي وفرصة للإبداع. ممتاز. والروح المعنوية دائما عالية. ممتاز. والتفاؤل هو الأصل، واللي يبى مساعدة أساعده، واللي يبى مساندة أسانده، واللي يقول لا أستطيع أقول له معا نستطيع. شي طيب وأنا فخور بك. تعال بخبر، شوف عيوني فيها مثلثات. عيونك؟ عيونك فيها فراريات. فراريات؟ زين يا سيد، عندك أسبوع، بعطيك أسبوع، بس أسبوع بشوف قد تفوز الفراريات ولا لا. خليك إيجابي يا أبو حمد، وذهب مفتاح الفراري ترى أنا اللي بفوز. ها يا خرف، بشر، شو شفت من السعيد؟ ما شاء الله يا أبو حمد، سعيد استوى شعلة نشاط إيجابية. شو أداءه؟ مع زملائه استوى طاقة إيجابية، والكل يتفائل فيه ويحب يشتغل وياه. ويا المتعاملين؟ يا سلام، مع المتعاملين تعال شوفه، الابتسامة ما تفارق محياه، ودود وحلال مشاكل وسلوكه إيجابي. مسحور مسحور سعيد. أنا تقدمت بأفكار إبداعية كثيرة يا أبو حمد، تعرف أحس إن الطاقة الإيجابية كذي شايلتني وطايرة فيني، قمت يوم أداوم ما أحس بكلل ولا بملل ولا بكسل. زين. إلا بسألك يا أبو حمد، شو صار على سيارة الفراري؟ إيه نعم، في الباركينج. لحظة شوية. تفضل. هي هذه هي بس الأصلية. وين مفتاح؟ أنت شوف هذا المفتاح، هذا السكان، هذا وهي الكرات. شوف خذت لك لفة فيها، تستاهل أنت. مبروك مبروك يا سعيد. تعرف يا أبو حمد، صرت أحس إن أنا الفراري، أنشمل الرقاد فيني قوة وطاقة وعزيمة ما تتخيلها. أنا أشكرك إنك طلعت الطاقة الإيجابية اللي موجودة في داخلي، لأن هذه كنز موجود في داخل كل إنسان. والفراري ما دام أشتغل تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فأنا أؤمن إن لا مكان للمستحيل تحت الشمس، والفراري في يوم من الأيام إن شاء الله بيبها. أشكركم. طيب خلينا نمشي على الاستبيان، فكك مني أنا وروح على الاستبيان. طيب على كل طاولة موجود معانا ريموت كنترول صغير، كل طاولة بيطلع لها واحد، فشوركوا بينكو تختاروا قائد للفريق، وبنطرح الآن سؤال سؤال. في عندك كبسة واحد أو اثنين، بعد ما نحكي السؤال معاكو 30 ثانية تقرروا هل هو واحد ولا اثنين الإجابة، بعديها الجواب بيطلع مباشرة وبنناقشه بسرعة. السؤال الأول، أي من الإجابتين أدناه هي الأصح؟ الطاقة الإيجابية هي سلوك يمكن التدرب عليه واكتسابه، الطاقة الإيجابية هي صفة في الإنسان ولا يمكن اكتسابها. لا تجاوبوا بصوت عالي على الريموت لأنه بتغششوا بعض هيك. ظل معنا 5 ثواني. 3 2. في 5% بيقولوا إنه الطاقة الإيجابية هي صفة في الإنسان ولا يمكن اكتسابها. طبعا الإجابة الصحيحة الطاقة الإيجابية هي سلوك يمكن التدرب عليه واكتسابه. كلنا نولد سبحان الله نولد بصفات معينة، لكن هي ليست صفة، هي سلوك، وأي سلوك ممكن اكتسابه من خلال التدرب والانتباه. إذن هاي الإجابة رقم واحد، موجود في البرزنتيشن. الحقيقة الإيجابية هي حالة ذهنية مكتسبة تؤثر في سلوكياتنا، فإذا اعتدت عليها تتحول إلى عادة من عادات النجاح، مثل ما بيقولوا لكل امرئ من دهره ما تعود، والعادات قاهرات، وكلما زاد عدد الذين يتحلون بها كلما أصبح الثقافة عامة. والحمد لله أنا بشوف أنه إحنا في إمارة دبي بفضل قيادة سمو الشيخ محمد بن راشد الإنسان الإيجابي الأول، أنا بعتقد أنه بدينا نشوف ثقافة، والثقافة هي الشيء اللي الكل متفق عليه والكل بمارسه. موجود مراجع لكل حقيقة، إذا استطعتوا تحصلوا على نسخة من البرزنتيشن راح تلاقوا فيها لها دعم علمي. السؤال الثاني،
الأشخاص ذوي الطاقة الإيجابية يستطيعون التأثير إيجابياً على الآخرين، أو فقط الأشخاص ذوي الطاقة السلبية يمكنهم التأثير على الآخرين سلبياً؟ الإجابة رقم واحد ولا رقم اثنين؟ أي على الأجهزة، ظل معاك 7 ثواني. ثانيتين. في 3% بيقولوا أنه فقط الأشخاص ذوي الطاقة السلبية يمكنهم التأثير على الآخرين سلبيا. الجواب الصحيح هو أنه الأشخاص ذوي الطاقة الإيجابية يستطيعون التأثير على الآخرين إيجابيا، وأيضا الأشخاص ذوي الطاقة السلبية يستطيعون التأثير على الآخرين سلبيا. الطاقة سواء كانت إيجابية أو سلبية هي معدية، لذلك ابتعد عن السلبيين. أثبتت الأبحاث أن الإنسان الإيجابي يؤثر إيجابا في من حوله، فمثلا الابتسامة تولد ابتسامة، كما أن الشكر سبحان الله، الشكر والعرفان يولدان المحبة في قلوب الآخرين، وفي نفس الوقت فإن السلبيين يؤثرون سلبا في المحيطين بهم. أيضا معلومة مهمة جدا بأن الأبحاث العلمية بيّنت بأن الإيجابيين يبدون أكثر جمالا من السلبيين، حيث أن الجمال الحقيقي الذي يلامس قلوب الآخرين هو جمال الروح. لذلك أنا عجبتني كلمة موجودة كانت هون بتقول تحلى بالطاقة الإيجابية. السؤال الثالث، حين لا يستطيع القائد أن يتحلى بالطاقة الإيجابية يمكنه منح المحيطين به حوافز مادية للتعويض عن نقص الطاقة الإيجابية لديه؟ سؤال خطير، فكروا فيه كويس قبل ما تجاوبوه. واحد ولا اثنين؟ والمثال الفراري، 7 ثواني. ما شاء الله، تقريبا يعني صدناكم في السؤال هذا. 78% بيقول منكو تعتقدوا بأنه الحوافز المادية إذا ما استطاع القائد أنه يكون إيجابي بيستطيع من خلال الحوافز المادية أنه يثير الحماس في الآخرين. طبعا هذا خطأ، والحقيقة بتقول وفقا للعديد من الأبحاث العلمية، راح تزعلوا مني هلا، بس وفقا للعديد من الأبحاث العلمية فإن المال ليس أفضل محفز بالنسبة لأغلبية البشر. المال ضروري لكن هو ليس المحفز الأهم، الأهم هو البيئة الإيجابية التي تعتبر حافزا أقوى لدى العديد من الناس، وأن الطاقة الإيجابية للمدراء تشكل حافزا أكبر بالنسبة للمرؤوسين. فهذه رسالة مهمة جدا لكل مدير وكل شخص في موقع المسؤولية، بأنه سلوكه الإيجابي بيأثر كثير على طاقة اللي بيعملوا معه. السؤال الرابع، ليس هناك علاقة بين الطاقة الإيجابية والإحباط، صح أو خطأ؟ واحد واثنين. برضو هذا السؤال بدكم تنتبهوا له. واحد ولا اثنين؟ معك 12 ثانية. ليس هناك علاقة بين الطاقة الإيجابية والإحباط. صح، الجواب خطأ، ليس هناك علاقة بين الطاقة الإيجابية والإحباط. في عندي حوالي 19% بعتقد أنه في علاقة بين الطاقة الإيجابية والإحباط. جواب خطأ، الإيجابية تمنع الإحباط، كما أن الإحباط يجعل من الإنسان سلبيا. أسوأ شيء ممكن يحدث داخل البني آدم أن يحبط، لذلك حارب قدر استطاعتك شعور بالإحباط أنه ينفذ إلى داخلك، لأنه الأهم هو الشعور الداخلي. السؤال الخامس، أي من الإجابتين أدناه هي الأصح؟ حين تتحلى بالطاقة الإيجابية فإنها تغنيك عن العمل الشاق، أو الطاقة الإيجابية تعينك على العمل الشاق وتجعله أكثر سهولة ومتعة؟ معانا 13 ثانية. هل تستغني أم يعينك؟
ممتاز، بدأت النتائج تتحسن صحيح؟ حين تتحلى إيه هاي النتائج غلط 100%، 97% بيعتقدوا بأنه حين تتحلى بالطاقة الإيجابية فإنها تغنيك عن العمل الشاق. لا، الجواب هو الطاقة الإيجابية تعينك على العمل الشاق. من طلب العلا سهر الليالي، ما في حل. يعني العمل الشاق ضرورة، بدونها ما في، هي تعينك على العمل الشاق ولا تغنيك عن العمل الشاق. الطاقة الإيجابية تعينك على العمل الشاق. السؤال السادس، حين تنقصك الطاقة الإيجابية فيمكن للطبيب أن يصف لك بعض الأدوية اللي تساعدك على اكتساب الطاقة الإيجابية. برضه سؤال كثير مهم، سؤال كثير مهم، وإحنا مهتمين في النتيجة، معكم 12 ثانية. سؤال علمي على فكرة، سؤال علمي، كل الأسئلة العلمية 5 ثواني، تروح بيعطيك إبرة في الوريد. حين تنقصك الطاقة الإيجابية، لغاية الآن في عندي 3 حقائق علمية سائدة أثبتنا عكسها وهذا مهم جدا. حين تنقصك الطاقة الإيجابية يمكن للطبيب أن يصف لك بعض الأدوية، خطأ. والحقيقة بتقول وفقا لنتائج أبحاث صادرة عن مايو كلينيك، فإن الإيجابية تساعدك على تحسين مناعتك، تقليل الخطر من الإصابة بالجلطات وأمراض القلب، تقليل أثر الضغوط النفسية عليك، إطالة عمرك والأعمار بيد الله، الله يطول عمرك جميعا، تزيد مقاومتك للإنفلونزا. إذن الطاقة الإيجابية تساعدك، لكن الطبيب ما بيقدر يصرف لك أي شيء، الطبيب هو رب العالمين وعلاجك داخلك. السؤال السابع، ليس هناك أي علاقة بين الثقة بالنفس والطاقة الإيجابية، فالطاقة الإيجابية يتحلى بها الجميع. برضو هذا سؤال يعني مهم جدا، والإخوان اليوم الصبح تكلموا عنه كثير. معكم 10 ثواني. ما في علاقة بين الطاقة الإيجابية والثقة بالنفس. ليس هناك أي علاقة. الجواب بعدين معنا الأجوبة كلها. الجواب الصحيح هو صح، ليس هناك أي علاقة. طبعا الجواب الصحيح هو خطأ، فيش علاقة ما بين الطاقة الإيجابية والثقة بالنفس. الحقيقة بتقول من أهم مسببات ضعف الثقة بالنفس هو التفكير السلبي. إذن هناك علاقة كبيرة ما بين الثقة بالنفس والطاقة الإيجابية، كبيرة، وارتباط شبه في نفس الاتجاه وقوي. لا يمكن أن تكون إيجابيا إن لم تتحلى بثقة كبيرة بنفسك، وكلما زادت ثقتك بنفسك كلما زادت الإيجابية. واليوم الإخوان دعونا لأكثر من الثقة بالنفس إلى الغرور البعيد عن الكبر، فخليك واثق من نفسك، لأنه من غير ثقتك بنفسك على صعيد العمل، بنفسك، بقيادتك، بفريقك، بإنجازك، ما راح يكون عندك قدرة على أنك تكون إيجابي. السؤال الثامن، ليس هناك فرق بين الطاقة الإيجابية والتفكير الإيجابي. ليس هناك فرق بين الطاقة الإيجابية والتفكير الإيجابي. 17 ثانية. احنا صدناك 4 مرات لحد الآن، 4 من 8. ليس هناك فرق بين الطاقة الإيجابية والتفكير الإيجابي. ليس هناك فرق، الإجابة منقسمين تقريبا حول النتيجة، لكن جواب هو خطأ. التفكير الإيجابي هو جزء من مكونات الطاقة الإيجابية، فالطاقة الإيجابية تتجاوز مرحلة التفكير إيجابيا إلى مرحلة السلوك الإيجابي. وإذا بتتذكروا قبل شوي تكلمنا وكان في سؤال من أحد الإخوان حول الهمة، 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 ذو الهمة يحيي أمة. التفكير الإيجابي بندرج والهمة تندرج مع التفكير الإيجابي. إحنا ممكن نفكر إيجابيا ولا نعمل،
لكن إن لم يتحول التفكير الإيجابي إلى سلوك معناته توقف. إذن هناك فرق ما بين التفكير الإيجابي والطاقة الإيجابية، وهو أحد مكونات الطاقة الإيجابية. السؤال التاسع قبل الأخير، ليس بالضرورة التحلي بالطاقة الإيجابية حتى تكون مبدعا. ليس بالضرورة أن نتحلى بالطاقة الإيجابية حتى نصل إلى حالة من الإبداع. برضو سؤال مهم، مش بالضرورة أنه يكون أنا إيجابي أو عندي طاقة إيجابية حتى أبدع، أم ضروري؟ ليس بالضرورة التحلي بالطاقة الإيجابية حتى تكون مبدعا. الإجابة خطأ طبعا. الطاقة الإيجابية تمنحك القدرة على رؤية احتمالات لا يمكن لك أن تراها وأنت في حالة ذهنية سلبية، كما أن الطاقة الإيجابية للفريق تجعلهم أكثر قابلية لتقدير جهود الإبداع الفردية والجماعية وتحث عليها. إذن هناك ضرورة بأن تكون إيجابيا حتى تصل إلى مرحلة من الإبداع. السؤال الأخير العاشر، الطاقة الإيجابية تؤثر على رضا الإنسان عن نفسه وليس لها علاقة برضا المتعاملين في الجهات الحكومية. يعني ما في علاقة بين رضا المتعاملين والطاقة الإيجابية. سؤال مهم جدا، تقريبا فحوى كلام مستر لب دوغ لب اللي تكلم عن والت ديزني وتكلم عن الكاستمرز، فبتكلم عن العلاقة ما بين رضا العملاء، the relationship between customer satisfaction and positive thinking and positive energy. الإجابة، الطاقة الإيجابية تؤثر على رضا الإنسان عن نفسه وليس لها علاقة برضا المتعاملين في الجهات الحكومية. خطأ، الإجابة خطأ، أشكركم. رضا الموظف عن نفسه يؤدي إلى الإبداع وأن يكون إيجابيا في سلوكه، وبالتالي يؤدي إلى رضا المتعاملين. أنا رايح أكون خفيف لطيف عليكم وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.